قلنا باللي ان في السؤال التالي قالوا لنا باللي نبحثوا على معادله او نقوم بتحديد معادله الطلب الكلي لهذا الاقتصاد. بطبيعه الحال قلنا باللي ان الطلب الكلي او مكونات الطلب الكلي هي الانفاق الاستهلاكي، الانفاق الاستثماري، الانفاق الحكومي، والتصافي الصادرات اي الصادرات ناقص الواردات. وبالتالي نقول باللي ان معادله الطلب الكلي تاعنا في هذا الاقتصاد اديس تساوي الاستهلاك زائد الاستثمار. لماذا؟ اي ان هنا لدينا اقتصاد متكون من قطاعين، قطاع الاعمال فاش تتمثل ليه في الاستثمار، الانفاق الاستثماري، وقطاع الاعمال او قطاع عفوا العائلات يتمثل في الانفاق الاستثماري لان الرمز تاعه هو سي. وبالتالي نقوم بتعويض كل من معادله الاستهلاك ومعادله الاستثمار. هنا الطلب الكلي الاضي التالي يساوي اي ويساوي سي زيرو زائد بي إجراء دي. يبقى للإنفاق الاستثماري أي معادلة أو دالة الاستثمار. هنا السؤال المطروح يبقى هنا الطالب يتساءل يقول أسكو هنا راه عندي استثمار يعتبر كمتغير مستقل أو كمتغير تابع. لاحظوا باللي أن في الجدول أن الاستثمار راها ترفد نفس القيمة أي قيمة ثابتة وراها تساوي 300. وبالتالي نقولوا باللي ان في هذا الاقتصاد الاستثمار هنا راح يعتبر كمتغير مستقل. لماذا؟ خاطر علاش عندنا قيمه واحده وثابته وتساوي 300 اي اي تاعي راح يساوي اي زيرو وبالتالي يعتبر متغير مستقل اي زيرو. هدف ما يخص معادله الطلب الكلي نقوم بتعويض القيم حيث عندي لو اي تاعي يساوي سي زيرو قلنا هي 20، لو بي تاعي حسبناه قلنا هو 0.8 اي دي زائد 300. علاش؟ خاطر عندي اي تساوي اي زيرو وتساوي 300 اي قيمه ثابته. وبالتالي تكون لدينا معادله الطلب الكلي على الشكل التالي دي تساوي Y وتساوي 20 زائد 320 زائد 0.8 Y دي. وهذا هو المطلوب منا أي نقوم بتحديد معادلة الطلب الكلي في هذا الاقتصاد المتكون من قطاعين، قطاع العائلات وقطاع الاستثمار، مع الأخذ هنا الاستثمار كمتغير مستقل. السؤال الموالي هم يقولوا لنا السؤال الرابع يقولوا لنا قال لك استنتج من خلال الجدول مختلف القيم التوازنية لمن تعمنت على الدخل الاستهلاك الادخار ثم تأكد منها جبريا باستخدام طريقتي التوازن. سوف نقوم بالإجابة على الشطر الأول لهذا السؤال ثم ننتقل إلى الشطر الثاني لهذا السؤال. الشطر الأول لهذا السؤال المطلوب منا تحديد القيم التوازنية تعمل تعليما Y وبالتالي Y نجمة الاستهلاك هي سي نجمة والادخار اللي هو اس نجمة من خلال حيث نقوم بتحديد هذه القيم التوازنية من خلال الجدول. ماذا نلاحظ من خلال الجدول؟ اولا نسم قلنا بلي ان الشرط التوازن تاعنا راه عندنا بطريقتين، قلنا سواء نخرجوه عن طريق الطلب الكلي يساوي العرض الكلي وبالتالي Y نجمة تاعي تساوي D نجمة تاعي، او عن طريق الاستثمار يساوي الادخار.
أي الادخار اللي هو أس نجمة يساوي الاستثمار. نلاحظ من خلال الجدول أن عند القيمة 1600، لاحظوا معايا هنا في هذه القيمة تاع 1600، ماذا نلاحظ؟ عندما يكون الدخل المتاح تاعي 1600 أسم نلاحظ، نلاحظ باللي أن لوسي تاعي، نلاحظ باللي أن عفوا أن عند الدخل 1600 نلاحظ أن الاستثمار يساوي 300 والادخار يساوي 300. لاحظوا معايا عند هذه القيمة، أسم نلاحظ، لاحظ باللي أن الادخار راه عفوا الاستثمار يساوي 300 والادخار يساوي 300. وانا ديجا على بالي قلت بلي ان الشرط التوازن تاعي في حاله الادخار الاستثمار هو الادخار، الادخار يساوي الاستثمار. وبالتالي نقول بلي ان عند قيمه الدخل إيغراك يساوي 1600، ماذا يتحقق؟ يتحقق لي شرط التوازن تاعي اللي هو اس يساوي اي ويساوي 300. اذا هذه 1600 تعتبر قيمه لمن؟ للدخل التوازني. وبالتالي انا سيكون عندي ان ايغريك نجمه تاعي اي الدخل التوازني تاعي اسمه هو 1600، الادخار تاعي التوازني هو 300، الاستثمار التوازني تاعي هو 300. وبالتالي عند قيمة الدخل 1600 أي الدخل التوازني يكون عندي الاستهلاك التوازني تاعي يقدر ب 1300، وبالتالي C نجمة تاعي تساوي 1300. سيبون؟ دونك هنا كيفاش حددت قيم التوازنية تاعي؟ انطلقت من شرط التوازن اللي هو أن الاستثمار عفوا الادخار يساوي الاستثمار، يعتبر شرط توازني. ومشيت لاحظ في الجدول، لاحظ باللي ان في هذه القيمه عند قيمه ايغريك دي يتحقق لي هذا الشرط اللي هو اي يساوي اس ويساوي 300. اذا انا مستنتج قلت باللي ان بما ان شرط توازن اي يساوي سي اس ويساوي 300، فان الدخل التوازني هو 1600 والدخل التوازني يقابله استهلاك اللي هو 1300 اللي يعتبر الاستهلاك التوازني. هذا تحديد قيم التوازنية من خلال فقط ملاحظة الجدول او من خلال الجدول. لازم تطلبوا مني من الشطر هذا فيما يتعلق بالشطر الاول لهذا السؤال. في الشطر الثاني لهذا السؤال لازم قال لك أنا خرجت أنا هذو القيم، خصني نتأكد منهم جبريا باستخدام طريقتي التوازن، باستخدام طريقتي التوازن. كما قلنا سابقا قلنا بلي أن الطريقة الأولى تاعي سواء تكون الطريقة الأولى تحديد الدخل التوازني تتم عن طريق العرض الكلي يساوي الطلب الكلي. وبالتالي الطلب الكلي قلنا الرد تاعه هو AD يساوي AS، هذا هو شرط التوازن تاعي، شرط التوازن ياك. اسم قلنا هنا قلنا بلي ان مكونات الطلب الكلي تاعي في هذا الاقتصاد ولا انطلاقا من معطيات هذا الاقتصاد ماشي يتكون، ان نقول بلي ان الطلب الكلي تاعي الادي تاعي يساوي ايغريك ويسمي يساوي لي الاستهلاك زائد الاستثمار، اي عطوني قطاع تاع العائلات وعطوني القطاع تاع الاستثمار تاع الاستثمار عفوا. هنا سنقوم إيغريك نجمة، أنا اسم كخطوة أخرى اسم هي اسم مشي ندير دروك، نقول بلي أن إيغريك نجمة تاعي ونقوم بتعويض السي بدالتها، أي إزاف بدالته اللي هي سي زيرو زائد بي إيغريك دي زائد، كما قلنا بلي أن هنا الإي يعتبر متغير مستقل، وبالتالي هنا إي يساوي إي زيرو. قلنا بلي الإيغريك نجمة تاعي أي الدخل التوازن تاعي اسم يساوي سي زيرو
زائد ب... زائد عفوا اي زيرو على واحد ناقص ب، وهذا ما برهنا عليه في السؤال الاول. نقوم بتعويض القيم y نجمة اسم تساوي c0 كنا صبناها تساوي 20، اي زيرو راه معطيه لنا في الجدول واللي هو قيمه بيتا وتساوي 300 زائد 300 على واحد ناقص لو بي اللي قلنا هو الميل الحدي للاستهلاك وقد تم حسابه وتحصلنا على القيمه 0.8. بعد الحساب نتحصل على إيغريك نجمة يساوي 1600، وهي نفس القيمة اللي تكلمنا عليها في الشطر الأول واللي لاحظناها من خلال الجدول اللي هي 1600. هذا فيما يخص خرجنا الدخل التوازني عن طريق ماذا؟ عن طريق الطريقة الأولى المتمثلة فاش؟ متمثلة في العرض الكلي يساوي الطلب الكلي. ثاني كتبقى لنا ما نخرجوش غير الدخل التوازني، طلبوا منا كذلك نخرجوا الاستهلاك التوازني ونخرجوا كذلك الادخار التوازني. اسم هنا نمشي لكم باش نعوض قيمه الدخل في معادله الاستهلاك. قلنا بلي ان معادله الاستهلاك تاعي سي يساوي سي زيرو زائد بي ايغريك، وبالتالي هنا نقوم الا بالتعويض سي يساوي سي زيرو قلنا هي 20 زائد 0.8 مضروبه فاش ايغريك نجمة اللي هو الدخل التوازني اللي هو 1600. وبطبيعه الحال هنا رانا ماشي نتحصلوا على الاستهلاك عند التوازن يقدر ب 1600. كذلك نمشيو نعاودو نبحثو على الادخار التوازني. الادخار التوازني تاني عندنا المعادله تاعه من الشكل ناقص سي زيرو زائد واحد ناقص بي ايغريك دي، كذلك نفس الشيء نقوم بتعويض كل رمز بالقيمه تاعه، حيث ان اس يساوي ناقص 20 زائد واحد ناقص 0.8 ايغريك دي. اس تاعي هنا الإيغريك تاني نقوم بالتعويض تاعها، أي الدخل التوازني تاعي اسم يساوي هنا يساوي 1600، وبالتالي لو أس تاعي شحال نتحصلو عليه؟ نتحصلو عليه يساوي 300. الدخل التوازني هاديك ليطوال تشير إلى أن هذا الإدخار عفوا هذا الإدخار في يساوي 300 في حالة التوازن. هذا فيما يخص الطريقة الأولى طريقة العرض الكلي والطلب الكلي. خرجنا أن الدخل التوازني بطبيعة الحال ولا صبناه يساوي 1600، كذلك قمنا بحساب الاستهلاك التوازني والادخار التوازني. دروك ننتقلوا خاطر علاش طلبوا مني ان نخرج القيم التوازنيه تاع ايغريك نجمه سي نجمه واس نجمه بطريقتين. كملت مع الطريقه الاولى، دروك ننتقل الى الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه اسم كنا عليها هي طريقه الحقن تساوي التسرب ولا الادخار استثمار ولا نسميوها تحت اسم الاستخدامات تساوي الموارد. الطريقه الثانيه ادخار تساوي استثمار، وبالتالي هذه الطريقه نقول بلي ان شرط التوازن تاعي هو اس الادخار يساوي الاستثمار. نقوم بتعويض هنا الاس المعادله تاعها هي ناقص سي زيرو زائد واحد ناقص بي ايغريك ويساوي اي زيرو، وبالتالي ايغريك نجمة تاعي اسم يساوي اي زيرو زائد سي زيرو على واحد ناقص بي، وهذا ما برهنا عليه في السؤال السابق. هنا سنقوم بتعويض كل رمز بالقيمة تاعه، اي ايغريك نجمة تاعي اسم يساوي 300 زائد 20 على واحد ناقص 0.8، وبالتالي نتحصلوا على القيمة تساوي 1600. سيبون هدف ما يخص الدخل التوازني. ننتقل طلبوا مني باش نعاود نخرج الاستهلاك التوازني والادخار والادخار كذلك التوازني. بنفس الشيء نعاود نمشي نعاود في قيمة في معادلة الاستهلاك سي تساوي سي زيرو زائد بي ايغريك وتساوي 20 زائد 0.8 في
1600 نتحصل على هنا سين جمع اللي هو الاستهلاك التوازني يقدر ب 1300. هذا ما يخص الاستهلاك التوازني. الادخار التوازني يكون الشكل التالي او يتم حسابه على الشكل التالي. نقول بلي ان معادله الادخار تاعي ديجا حسبناها من قبل، قلنا هي ناقص 20 زائد 0.2 إيغراك، اي اس نجمة تاعي يساوي 20 زائد 0.2 إيغراك تاعي اللي هو 1600، وبالتالي الادخار عند التوازن يقدر ب 300 وهو المطلوب مني. راني خرجت راني جاوبت على هذا السؤال بشطريه. ننتقل الى السؤال الموالي او بالاحرى هذا السؤال هنا يتوقف التمرين. هدف ما يخص تمرين او تمرين تطبيقي عن كيفية تحديد الدخل التوازني بطريقة الدخل التوازني في نموذج كينزي بسيط متكون من قطاعين، قطاع العائلات وقطاع الاستثمار. في هنا هذا التمرين كانت عندنا الاستثمار يعتبر متغير مستقل.